اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم. حلقه جديده من حصاد النهار، طبعا موجودين معكم دايما في حصاد النهار يوم الجمعه ويوم السبت. النهارده هنتكلم على نقول امل مصر في السنوات القادمه هو منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي، لكن النهارده بالتحديد هنتكلم على منتخب الشباب، لان معايا المدرب العام لمنتخب الشباب ومدير فريقنا للشباب طبعا موجود معنا في حلقه اليوم. هنتكلم كيفيه صناعه نجم لمستقبل الكره المصريه. دايما الشباب دايما يقولوا هم عماد الامه وعماد المستقبل وهم الامل الكبير، ودايما في الفتره الاخيره دايما بقى في اعتماد كبير جدا على الشباب ورؤيه الشباب المستقبليه سواء في الرياضه او في السياسه او في اي نقول مجالات اخرى. الشباب بالنسبه لنا في الفتره الاخيره بعد الازمه السياسيه اللي عصفت بكره القدم في الفتره الاخيره، اعتماد وعدم وجود موارد ماليه كبيره، بدات كل الانديه وقطاعاتها انها يتعين اللعيبه بره يتوديها تطلعها فريق اول، ودي كانت برضو ظاهره وبادره محترمه جدا. برحب طبعا في البدايه مع نجم من نجوم كره القدم المصريه وصاحب مسيره احترافيه في هانزا روستوك الالماني ونجم بلديه المحله والنادي الاهلي، كابتن ياسر رضوان. اهلا بك كابتن ياسر. اهلا بك كابتن. وحشتنا من زمان. حبيبي ربنا يخليك. لا انت تحت امرك والله، الحمد لله رب العالمين. صديق العزيز ومدير منتخبنا الوطني للشباب كابتن محمد فاروق. رؤى منور. يا ربنا يخليك يا عباس، جارك كمان. ها طبعا جاري العزيز. المقدمه يا كابتن ياسر قلت ان الشباب هم امل المستقبل زي ما بيقولوا. اكيد. شايف انت بالنسبه لنا الفتره الاخيره الظروف السياسيه اللي فرضت على البلد وانعكست على كره القدم، شايفها ادت فرصه للشباب اكتر بامانه؟ هي طبعا انعكست على كل شيء مش بس كره القدم، لكن احنا هنتكلم بصفه خاصه كره القدم. هي طبعا ادت فرصه كويسه جدا للشباب ان هم يظهروا في انديتهم في الدوري الممتاز. يمكن قبل الثوره كان يبقى صعب جدا لاعب ناشئ يلعب مع فرقته، هتلاقي دايما النادي الاهلي بيمشي لعيبه كتير من فرقه 21 سنه او 20 سنه بتروح انديه ثانيه، بيستنى لما بيظهر وبعد كده بيرجع يجيبه. احنا بنتكلم بس يعني ايه على النادي الاهلي كمثال يعني. مش النادي لوحده يعني، عندك المقاولون العرب معظم الانديه طبعا، محمد صلاح والنني وانهم بيخرجوا بره، وفي المقاولون العرب من الانديه اللي طلعت كل الشباب ما شاء الله. هي طبعا افادت الشباب طبعا، بس ما كناش نتمنى ان هي كده، لان طبعا زي ما انت شايف اثرت اثر سلبي جدا على الكوره والرياضه في مصر عامه. يمكن نتمنى طبعا نشوف الكره المصريه ترجع زي ما شفناها في 2010 بطوله امم افريقيا في اللي كانت موجوده، و2008 كنا بنشوف طبعا الجمهور بيخش، كان كل واحد بياخد مدام بتاعته واولاده، كان خلاص قربنا على شكل الدوريات الاوروبيه او البطولات الاوروبيه. ده حقيقه. فاتمنى طبعا الكره ترجع للوقت ده ان شاء الله. كابتن محمد فاروق مدير المنتخب الوطني للشباب، مهمه صعبه، قابلت يعني قابلتها ازاي؟ لا طبعا انا طبعا هو كابتن ياسر وكابتن علاء كان حبيبي. كابتن علاء مهوب. استنى حبيبي بس. طيب. كابتن علاء على فكره يا جماعه ما بيردش عليا في التليفون، بس انا برحب بيه. يعني كان ريكومندد او الترشيح طبعا جه من كابتن علاء وكابتن طبعاً ياسر نجوم كبيره. يعني هو طبعا الجهاز كان قول لي بقى اشتغل يعني قبل ما انا اجي يمكن بخمس او ست شهور. كابتن ياسر شهر 8 اللي فات انا انضميت في شهر 1 اللي فات، فطبعا كان في فتره ان الجهاز الفني ابتدى يشتغل فيها شغل بقى اللي هو يشوف اللعيبه، ابتدى يجمع اللعيبه. انا انضميت في شهر 1، كان كل الهم ان احنا نبتدي نشتغل بقى تنظيمي من خلال تعليمات الجهاز الفني بمتطلباته في الفتره اللي جايه، وبنترجمه بقى من خلال مباريات وتنظيم للمعسكرات. وده يعني الحمد لله، يمكن الحمد لله جهاز متعاون سواء كابتن علاء ميهوب طبعا كمدير فني وكابتن ياسر رضوان وكابتن احمد فكر الصغير من الناس المحترمه، طبعا معانا كابتن يونس مدرب حراس مرمى. يعني نتمنى ان شاء الله ان احنا من خلال تكاتفنا ومن خلال ان احنا موجودين طيب. لعيب الكوره موجوده نقدر طيب. نعمل جيل جديد من اللعيبه ان شاء الله. يعني انتوا خلاص يا ربنا يكتب لكم يا رب التوفيق ان شاء الله مع الكابتن علي ميهوب وكل وكابتن احمد فكر وكابتن محمد يونس وكل الجهاز اللي معاكم سواء كاداري او طبي، لكن فتره اختيار المدربين لكل المنتخبات الوطنيه في الفتره الماضيه شابتها بعض التساؤلات والمجاملات بامانه. يعني قالوا ياسر رضوان علشان البلديه، رغم ان ياسر رضوان كان نجم النادي الاهلي، وقالوا محمود الشامي، محمد فاروق قال لك علاقاته باتحاد الكوره والنادي الاهلي. عايز توضيح والله فين ده؟ حقك توضيح. طب وضح حاجات ياسر. والله انا اقول لك حاجه. ايه بترمي عليه؟ لا هو اتكلمت انا هتكلم بصفه شخصيه طبعا. انا رجعت كنت مع النصر الليبي في تجربه كده لمده ست شهور، لعبنا بطوله افريقيا وخرجنا وحصل شويه حاجات فرجعنا.
كلمت الكابتن خالد لطيف، على اساس كنت بطلع مع في احدى القنوات معاه في التحليل وكده. قال لي انت ما قدمتش ورقك في المنتخب؟ قلت له لا ما قدمتش ورقي والله وبتاع. قال لي لا المره دي مختلفه تماما وبالنقاط، وقعد يتكلمني شويه كده على شكل اختيار. والدكتور عمرو ابو المجد وبتاع عامل حاجه محترمه وبتاع. فرحت وديت ورقي. فبعد ما وديت ورقي خلاص بقى مشيت بقى مع الناس زي ما هي بتمشي، بروح كل ما بيقولوا في اجتماع في اختبار في لا قدم ورق لا قدم مش عارف ايه، فكنت بجهز كل حاجه. انا عايز اقول لك والله العظيم ان الحاج محمود الشامي كلمني بعد الاختيار، ده كانت اول مكالمه بيني وبينه. طيب يعني انا ما رفعتش السماعه اساسا وقلت له يا حاج والنبي والحاج محمود الشامي، رغم انا قلت يعني قلت في البدايه هو اخ عزيز طبعا ومتربين مع بعض في نادي البلديه، فده طبيعي يعني طبيعي، والراجل موجود عضو اتحاد كوره، فالطبيعي ان هو يقول لك ياسر رضوان تبع الحاج محمود، وده شيء يشرفني طبعا طبعا ما فيش شك. لكن اقسم بالله ان انا ما رفعت السماعه الحاج محمود ولا هو رفع عليا السماعه الا بعد ما الاختيار تم يعني. فانا لا ما اعرفش بقى هي طب ليه كمان دفع قول انا ما بدافعش والله انا بقول الحقيقه والله يعني توضيح. اما تبص للاسامي اللي اختيرت للمنتخبات كلها برضه محمد هتشوف ان الاسامي مش اسامي قليله يعني. فده وضع طبيعي، يمكن انت في كان لغط كتير قوي لان كان في ناس برضه مقدمه في سواء مدربين او اداريين كانوا عايزين يخشوا، فالوضع نفسه اللي ما بيخشش بيقول لك لا ده جاي عشان ده. عارف الناس بتعلق على موضوعك ليه يا فاروق؟ انا بالنسبه لك انت يعني قال لك انت زي ما انت قلت انت اللي قلت بدايه كلامك اختاروا الجهاز الفني وكله كابتن ياسر وكابتن علاء والمجموعه اللي معاه، وفجاه ظهر محمد فاروق. انا وضعي كان خاص جدا، يمكن كابتن ياسر على علم ان هم كان ما كانش فيه اداري موجود اصلا كفريق في الفريق موجود معاهم، ويمكن كان فيه كابتن حاتم كان موجود واعتذر فكان المكان فاضي. كان دكتور حاتم صبري ده موجود في في الاتحاد تمام. واعتذر، وكان كنت انا مقدم ورقي وما اختارتش اصلا في الاول، يمكن انا مقدم ورقي من بدري يا محمد مقدم ورقك فعلا ومحدش اختارني، وبعد ما دكتور حاتم اعتذر حصل ترشيح من كابتن ياسر فعلا والاعضاء مجلس الاداره وكابتن علاء ميهوب، ودخل الناس قالت ان كان في حاتم صبري. هو بقى انت بتاخد الناس لا مش الراجل الناس بتاخد الحته الاخيره. هو اللي حصل كان في اجتماع وكنا قاعدين، فدكتور حاتم قدم اعتذار لانه عنده ارتباطات اخرى، فكابتن احمد مجاهد كان موجود وقال في سيفيهات متقدمه من ضمنهم كابتن محمد فاروق. فانا كلمت الكابتن والكابتن قال لي اوكي ان نقعد معاه ونتكلم. اسلام فظيع ما ملوش حل اسلام اتسخن ده اللي حصل يعني بس. وبالصدفه واحنا خارجين من اتحاد الكوره لقينا محمد فاروق قدام باب النادي الاهلي فعلا، فقلت له كلمني عشان عايزك بس مش اكتر من كده. لا انا يعني انا لو كلمتها بصوت شخصي فاروق يعني ايه قيمه كبيره جدا يعني. انا قلت لك انا قلت لك في ناس موجوده الاجهزه كلها بس الاسئله دي نوضح. ايوه انت لازم تسخن الدنيا واسلام لازم طبعا يسخن الدنيا، لكن زي ما بقول لك الاسامي اللي موجوده في المنتخبات كلها سواء جهازنا الفني اللي موجود 95 او الشباب او الاولمبي كلهم ما شاء الله يعني اسماء تحترم واسماء ممكن تشيل منتخبات بشكل جيد يعني. بس ده اللي اقدر اجاوبك عليه في الاختيارات المنتخبات يعني. المرحله صعبه نتفق طبعًا مع بعض طبعًا. الاستعداد بقى والفكر اللي جاي وازاي نقدر فعلا كمنتخبات من الشباب هو نطلع منه جيل جديد مساعد للمنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي هيبقى بعد كده هو نواه المنتخب الاول للكره المصريه في السنوات القادمه. كلام مظبوط. والولاد اللي عندك دول خلي بالك منهم، هتلاقي ولادهم نطوا خلاص بقى في المنتخب الاول ان شاء الله. انت عندك ما شاء الله شويه اسامي، انت حتى كنا بنتكلم ندردش مع بعض قلت لي على كريم حافظ. كريم حافظ، وعندك شيكا بتاع الزمالك فراس شيكا، وفي محمد علاء رمضان صبحي. وفي عمر الوحش. صح انا جايب لك شويه اسامي. وفي اثنين محترفين بره. طب انا قلت في لؤي المنصوري من بورسعيد، على فكره لؤي ده انا اعرفه واعرف والده كويس جدا، وكنت بشوفه هو ولد صغير ما توقعتش. لا ما شاء الله دلوقتي راجل. لا بجد والله ما شاء الله يعني كبر، اعرفه انا اعرفه وهو صغير وكبر ما شاء الله بقى بفريق اول مع كابتن عمرو السلامه وحالا معاكم مع المنتخب الاول موجودة. اعتقد برضو ان دي حاجه كويسه ان ولد صغير لؤي المنصوري يطلع يبقى فريق اول، يبقى حاجه عندنا لا يعني. والله مش عايزين نهد اسماء لان المجموعه ما شاء الله. لا ده احنا كويسه جدا يعني، انا ما اعرفش الاسماء كلها. عارف يا كابتن انا بعيب عليكم في ايه؟ اتفضل. انا اقول لك بقى بامانه يعني من اولها كده يعني مثلا نقول المنتخب الوطني الشباب بقياده كابتن علاء ميهوب او كابتن علاء كمال جمال محمد علي او كابتن حسام البدري، لما يجي يختاروا قوام معين المفروض يبعتوا القنوات ويسجلوا مع الولاد دول يعرفوا بعض، لان ممكن الولد ده بعد سنه وسنتين يبقى نجم كبير جدا، يبقى الناس حتى عارفاه او في بروفايل عنه
بتعمل الحاجات دي يا رؤى ما بتعملهاش؟ بص انا اول ما جيت يمكن كابتن ياسر عارف كانت اهم حاجه عندي ان انا ابتدي اعرف المنتخب بتاعنا بالناس يعني بالظبط. فاول حاجه عملتها طبعا استاذنت الاتحاد الكوره والموقع الرسمي ان احنا نقدر نعمل صفحه خاصه بالمنتخب بتاعنا حتى واحنا بره وناخد منها كل حاجه نقدر ننزل وده حصل بالزبط. وكان بيحصل واعتقد في صحفيين كتير كانوا بياخدوا من على الصفحه بتاعتنا اسامي الاولاد حتى المعسكرات لما بتبتدي بننزل الاسامي ونزل. لكن طبعا في بعض يعني مدربين مش احنا بس بتبقى خايفه متخوفه شويه من موضوع الاعلام بالنسبه للسن الصغير ده لان طبعا انت عارف الضوء ده لما بيبقى بيتركز على سن صغير ممكن تفرق هو له ايجابي وعكسي بالزبط. يعني فاهم يعني بس بالزبط. انا برضو يعني ابقى عارف يعني رحت زرت كابتن حسام بدري في الفندق في ولاد كتير جدا ما شاء الله عيال ستالك او شاف بس مش عارفه مين ده يقول لي مثلا ده من انبي ده مثلا من بلديه المحل ده مثلا من اسوان ده من الاهلي ده من الزمالك ما انت لازم برضو تعرف الناس بيهم اكيد طبعا طبعا. طب حضرتك كنت عايز تقول حاجه لا انت حضرتك سالت عن الاستعدادات أيوة. والفتره صعبه هو طبعا احنا مبدئيا احنا بدانا متاخر جدا احنا بدانا شغل فعلي من شهر 11 عندنا اول ماتش رسمي في شهر 5 شهر 5 مع مين يا كابتن الكسبان من السودان والصومال هم السودان والصومال الحمد لله يمكن احنا دايسين في الموضوع شويه والمعسكرات بتاعتنا مكثفه بدرجه ما تتخيلهاش بنعمل معسكر لمده شهر وبعدين بنفصل مثلا بيوم او يومين ونرجع شهر تاني لان احنا طبعا الوقت قليل جدا وعشان تبني فريق مش عايز اقل من 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 سنه ونص يعني ده اقل حاجه عشان تبني فرقه محترمه تقدر تنافس بيها الوقت قصير جدا لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل قوام كويس للمنتخب وان شاء الله ربنا يوفقنا بس طيب. في المرحله الجايه تكمله للسؤال اللي قلت للكابتن محمد فاروق مدير المنتخب هو تعريف النجوم بالاعلام وقال له انا عامل صفحه وكده اول مشاكلكم اللبس صح دي كانت اول مشكله واجهناها شايف عيب ان اسم بحجم منتخب مصر للشباب انا اقول او نقول الاتحاد المصري لكره القدم بتاريخه وانجازاته ياسر رمضان بيبص لك لا انا هقول لك لا بجد لا مش هزار يعني انا بصراحه ببقى يعني خجلان طبعا طبعا لا لا طبعا يعني الستايل يعني خلي المشكله طبعًا. دي مش واجهتنا احنا بس كمنتخب 95 انا شو لقيتوا معانا يعني انتوا جزء من القصه احنا جزء المنتخب الاول برضو كانت مواجهه نفس المشكله خصوصا ان احنا يمكن احنا اكتر فرقه شغاله واكتر فرقه عندها بطوله رسميه او ماتش رسمي هو منتخب 95 فكان عندنا سفريه كان مفروض في توقيت كان ما فيهوش لبس خالص اللي هو سفريه تونس والامارات اللي احنا الحمد لله يعني احنا هناك في تونس كسبنا المنتخب التونسي ماتشين 3-1 و2-1-0 واللبس عملت في اللبس بقى دي كانت مشكله كبيره والحمد لله يمكن اتحاد الكوره حلها بس بفلوس لكن عقبال ما رجلنا نشتري اللبس من اديداس سوري لو قلت الاسم لانه كده كده معروف يعني لا كده كده معروف لكن كان خلاص مفيش مقاسات بقى اسالك سؤال يعني واحنا لازم نبقى صحيين كده ونقطهم جاي ده عليا ميه تفوقني طب انا عارف ان هيبقى في انتخابات عارف ان هيبقى في مراحل سنيه مختلفه منتخب الاول وطني شباب مش عارف ايه صغيرين لازم ابقى عارف ان الناس دي كلها ناس لازم يبقى عارف لها لبس لها بدل يعني ميدو مثلا في الزمالك صحيح. ما شاء الله بدل جديده وحاطط اللوجو زي حاجه محترمه هو منتخب مصر بالقيمه والقامه اسم الاتحاد المصري لكره القدم اسم كبير جدا تقدر كنا نقدر نستغله ولا اسم الناس هناك عايزين بس يدلعوا نفسهم ويلمعوا نفسهم وخلاص لا هو طبعا المشكله دي نتيجه ان انت خلص عقد لبس معين بشركه ثانيه وكان المفروض تخش على طول في عقد شركه راعيه تانية لكن الموضوع اتاخر ممكن لاسباب بقى فنيه ما بين الشركه والاتحاد لكن احنا فعلا واجهنا مشكله اللبس دي ودي اثرت بشكل كبير في هرجع لك في السؤال ده السؤال مهم جدا هيرد عليه ياسر رضوان اللي هو 98 كابتن محمود الجوهري كان مدير فني مدير كوره مدير اجتماعي في كل حاجه يعني اسمع منه اكيد هتلاقي حاجه كبيره جدا حاجة مهمة جدا في توقيت ما كانش فيه فلوس الايام دي صحيح. ما كانش فيه اسم مصر كبر بالشكل ده والكل هدفك اهو محمد جلال اهو ما تخنتش يا صح شويه بس صغيرين اتفضل لا طبعا الكابتن جوهري كلنا طبعا ولاده وكلنا بنتعلم من اللي كان بيعمله الله يرحمه طبعا هو زي ما انت قلت طب قبل ما توصف لنا الهدف كده تاني ايه رايك فاكر شايف ستايل انا يمكن كنت بزعق ما بين الشوطين مع احمد حسن بقول له انا ناحيتي فاضيه خالص حاول تلعب من عندي من عندي قفلت كانوش راجل في الماتش ما تنساش ان هم كانوا مخرجين البطوله اللي قبلها طبعا شفت التحرك بتاعك منين من نص الملعب بالظبط
احمد حسن ده؟ احمد حسن اللي لعب الباص. محمد جلال مدلعك اهو. اسلام. اسلام لي. بص انت لقيت الولد دخل عليك الحارس فرش عليك انت والله. بص يعني انا هقول لك قفل عليك خلاص. لا خلاص يعني طبعا في الدوري الالماني كنا قبل ما اجي البطوله كنا بنلعب شتوتغارت وكنت نازل الشوط الثاني تغيير وعملت 1 2 مع لاعب مع الفيرو كنت بلعب نص ملعب ما كنتش بلعب بس من الاتجاه بقى كنت رايح من نص الملعب مش من الجنب كانت اسهل شويه. خلي بالك يا محمد. خلي بالك ده برضه جاب اهداف جامده جدا. خلي بالك محمد فترات مع منتخب مصر ياسر عبقري. ياسر في المرحله دي كان حته الباك رايت دي بعد كابتن ابراهيم حسن كانت مش موجود. ياسر جه ما شاء الله. ياسر كان بيعملها كمان بحرفيه اكتر من كابتن ابراهيم. يعني كابتن ابراهيم لا طبعا لا بقول لك ده استاذنا. لا انا بقول لك اهو يعني انت كان عندك حرفيه لانك كنت بتلعب خط نص بالظبط كنت جامع من الاثنين يعني فضل كابتن فرج فما شاء الله يعني كون ان هو يجي في الحته دي ويؤدي بالشكل ده واضاف ليها تطوير كمان بالنسبه زي ما انت قلت كده الحته الهجوميه بالشكل ده والاختراق اللي احنا شفناه في الهدف ده كان بيضفي للمنتخب كمان في ناحيه اليمين بشكل جيد. كمل لي بقى كابتن اهو رو اهو طب ماشي يا عم ماشي. ده برضه ماتش التسانه انا ده ماتش التسانه كان في يوم العيد. كان يوم العيد جبت العاديه ده رافائيل ده الواد اسمه كان فاكره انت ولا كان مين؟ الجون مش فاكر الجون مين. اختراقات بس جامده. اختراقات طبعا. اختراقات جامده طبعا. فكرت فيها ازاي يا كابتن؟ والله يعني كلهم على خط واحد انك الجرأه دي يعني يمكن قبلها ربنا يديله الصحه طبعا الكابتن طارق سديم كان في لعيب من الترسانه كان خلاص الماتش 1-1 وفي النهايه على فكره ظروف صحيه صعبه جدا ربنا يشفيه ربنا يشفيه طبعا يا رب. فكنت الولد من الترسانه وقع فانا طلعت الكوره بره طيب. فزعق معايا فانا اتنرفزت جدا في ساعتها بس بقى يعني ايه الغل حبيت اطلعه جوه الملعب يعني فسبحان الله تواجدت في المكان ده طيب. اسلام بيقول لك المشاكل كان بحلها الجوهري كانت ايه؟ كل حاجه ايه طب هتقول لنا زي ايه عارف ليه دي ان التجربه مع فاروق زميلك ومدير المنتخب وانت كمدير عام المنتخب طبعا معاكم نجمنا الكبير كابتن علاء ميهوب طبعا اكيد برضو الحاجات دي خبرات تراكميه بالنسبه لك هتبقى تستفيد منها. هو اولا عشان اللاعب يؤدي بصوره 100% مشكله لبس مثلا لازم ما يبقاش عنده مشاكل لو انت عايز اللاعب فعلا يؤدي بنسبه 100% انا معاك. مبدئيا الكابتن جوهره نفسيا بيعاملك كويس وبيأهلك كويس للتمرين والمباراه عظيم طبعا الله يرحمه يقعد يتكلم معاك اب واخ وصديق وصاحبك الاصغر منك ويزعق لك وتستحمى دي الحته اللي هي الاسريه كمان اللي كانت موجوده اللي اتعلمها منه كابتن حسام ما شاء الله عليه والله كلنا بنتعلم منه يعني رحمه الله عليه يعني ناحيه اللبس مثلا كان هو يتصل فاكر لما كنت بتغسل لبس بنفسكم تنشروا على الحق بس الوضع اتغير خلي بالك لا ما انا بس احنا بنقول عارف بنقول كده ليه؟ بنقول التجارب دي يعني النهارده مثلا هسالك سؤال احنا مثلا ما دي اللي بتعلم يعني انا النهارده بس خلاص النهار بلبس جاكيت خلي بالك وبدلع نفسي اللعيبه دلوقتي مختلفه محمد انا برضو دي مراحل لانك انا اقول لك حاجه موقف صغير حصل في بوركينا فاسو اول ما وصلنا طبعا المكان اللي هنعيش فيه ما ينفعش يعيش فيه بني ادمين المهم اتجمعنا الكابتن جوهري جمعنا عايز يحل ده موقف بقى واحنا مصممين نمشي حتى هو اول واحد فينا فاجتمع مع الجهاز الفني ولقينا راجع رجاله واحنا وصلنا ومش عارف ايه ولو خرجنا من اول مباراه ما فيش مشكله واحنا رجاله المهم وصلنا لايه بقى شوف دخلها لنا ازاي كابتن جوه الحتت دي متعش بس احسن شاليه هيبقى نظيف هيبقى ليه مكافاه صح احسن مش عارف ايه هيبقى فيه مكافاه النظافه مش عارف بقينا نشتغل بحب يعني انت عايز تنظف المكان اللي انت قاعد فيه خلي بالك هو انتوا قبل ما تسافروا كانوا قال لك ده جايين وراجعين من الاول وبتاع يحجز التذكره كل ماتش يحجز تذكره وبعدين ياجل كنا متدمرين يعني فدي حاجه من الحاجات اللي الكابتن جوهري موضوع اللبس كان هو بيتصل بالشركات وكان بيتصل بالناس ويجيبهم ويقعد معاهم ويتكلم احنا لدرجه ان احنا كان معاه نفسنا من السنين بومه بقى على لا عادي العادي عادي وجبنا ما كانش الكابتن جوهري في الوقت ده بيتفائل بالماركه دي بالماركه دي فلبسنا ماركه مصريه خلي بالك قولها بقى لو رجع خلاص انت المحلة لو رجع زميلي محمد جلال وجاب صوره الكابتن جوهري التيشيرت ده كابتن جوهري قاعد لابسه حتى هو مع منتخب الاردن مظبوط وصورت مع حلقه اللي كنت بعمل حلقه التلفزيون المصري نفس التيشيرت ده الله يرحمه كان بيتفائل وتشاور وخلي بالك ويروح من طريق كابتن علاء نبيل بقى ربنا يمسيه بالخير يا رب كان يقعد يقول لي ده كابتن جوهري بيحب كذا وكذا اساله بيحب يمشي في اماكن معينه وبيحب يعمل حاجات ولو انت عارف ان احنا في بطوله 2002 في مالي انت عارف الشيخ علي اللي هو كان بيمسك العود اهو ده التيشيرت اللي كان بيمسك العود الله يرحمه بتاع المحله ايوه الشيخ اسمه لا مش حسن الشيخ علي الشيخ علي
شعل ده كمان ده في ماتش السعوديه في المكسيك بتاع 5-2 من يوميها كابتن جوهر ما عادش بيتفائل فيه. جالنا فين 2002 مالي كابتن جوهر شافه اكنه شاف استغفر الله العظيم يا رب الله يرحمه الله يرحمه وان الراجل ده ما يقعدش في الفندق. توفى على فكره الله يرحمه توفى الله يرحمه. فاروق هتعمل انت ايه في القصه زي كده؟ لا انا برضو عايز اقول لك فاروق عفريت وناصح مش قوي يعني. عايز اقول لك ان الوضع اختلف دلوقتي محمد بالكلام اللي يعني الوضع دلوقتي بقى فيه تعاقدات. اتحاد الكوره بيبقى ليه التزامات معينه سواء بقى مع شركات سواء بقى وفي نفس الوقت انت عندك لعيبه طب بقول لك ازاي الجيل بتاع كابتن ياسر وجيلنا نبقى موجودين. تيجي نروح لحد مهم جدا وصديق عزيز وراجل اعلامي ومحترم سيف زاهر عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. كابتن سيف برحب بيك طبعا تحياتي وتحيات كابتن ياسر رضوان وكابتن محمد فاروق. استاذ محمد اخبار حضرتك ايه؟ بحييك وبحيي جمهورك بحيي طبعا كابتن مصر كابتن ياسر رضوان وكابتن محمد فاروق كابتن مصر طبعا متشرفين ومنورين. ربنا يخليك. طبعا من المهمات الثقيله لاتحاد الكره هي جيل جديد هو جيل الشباب والمنتخب الاولمبي هم نواه الكره المصريه في السنوات القادمه. شايف مثلا يعني تذليل العقبات لمنتخب زي منتخب الشباب ده متمثله في الملابس في الملاعب في السفريات في المباريات الاعداد شايفها ازاي؟ معلش انا محمد انا مش سامع ممكن بس ارجع اقول سؤال تاني. اتفضل. المنتخب الوطني للشباب والمنتخب الاولمبي هم مستقبل الكره المصريه. عشان تعمل منتخب كويس او تعمل جيل جديد لازم توفر له كل الامكانيات منها الملابس الاقامه المباريات الوديه مصروف الجيب الانتقالات. شايف المهمه تقيله وهتحلوها ازاي؟ انا الحقيقه شايف ان المهمه صعبه جدا. شايف ان انت الحقيقه الكلام اللي انت بتقوله كلام محترم جدا ان هو اصلا مستقبل الكره المصريه في منتخبات الناشئين والمنتخب الاولمبي على اتحاد الكره ان هو يبقى فيه تركيز كبير جدا مساوي لتركيز المنتخب الاول للمنتخبات الصغيره. لكن احنا دايما في مصر اتعودنا ان دايما الاضواء مسلطه على المنتخب الاول لان ده اللي هيجيب بطوله ده في النهايه اللي هو يعني هيديك التقدير دلوقتي حالا ولكن ده شيء غلط. يعني مهم تمام. الناس او المسؤولين يركزوا على المنتخبات الصغيره علشان هي دي اللي هتبقى النوايا بتاعه مصر في المستقبل او في السنوات القادمه. وانا شايف الحقيقه يعني اتحاد الكوره بدا في الخطوه دي او بدا ان هو يبص الخطوه دي ولكن مش بالشكل المطلوب برضه. مش ده انا بحترم وجهه نظرك يعني وجراءتك في كده انه بالشكل المطلوب. يعني كانوا قبل كده بيعسكروا في ملعب الشيحه حالا بيعسكروا في مشروع الهدف. شايف ان ده تقليلا للنفقات ولا شايف انه برضه نستغل مشروع قومي وكبير بتصرف عليه الفيفا؟ لا انا شايف محمد ان احنا مشروع الهدف ده مشروع لازم نستغله ولكن لا هو محتاج انا معاك انا معاك ومحتاج يتطور لان مش معنى ان الشباب الصغير لا ده المفروض الشباب الصغير تقعد فيه منتخبات ناشئين والمنتخب الاول بس هو دلوقتي غير مؤهل للقصه دي. يعني دلوقتي يقدروا ان هم بيقعدوا ولكن انا من وجهه نظري لا هو محتاج ان هو يتوضب محتاج مصاريف لان برضو الناشئ او الشاب الصغير او مدرب منتخب الشباب ما يشوف النهارده فيه اهتمام ما يشوف ان هو قاعد في حته كويسه يشوف المسؤولين مهتمين بيه طيب. الكاميرات والاضواء عليه هتديله حماس والمنظومه كلها هتختلف. طب سيف انت الكلام اللي بتقوله يا سيف انا محترم جدا وانا بحترمك وبقدرك وانك راجل دايما بتقول الحقيقه. عشان استغل مشروع الهدف لازم تتوافر فيه كل الامكانيات والشروط لانك انت تروح في كامباوند مغلق خاص بالاتحاد المصري لكره القدم في كل حاجه في المطاعم في الاوض على مستوى مميز جدا في الملاعب. وقبل كده عرفنا ان المنتخب الاولمبي رفض يقعد في مشروع الهدف. شايف ايه اللي ناقص وكابتن محمد فاروق ممكن يتواصل معاك والكابتن ياسر رضوان؟ رؤى تتحدث هو انا كنا كابتن سيف سلم عليه كابتن سيف زي حضرتك اهلا بيك ازيك احنا طبعا كان كابتن سيف ودكتور جمال علام وكابتن فاروق جعفر والحاج محمود الشامي وكل اعضاء مجلس اداره رحنا في يوم كنا عشان نتابع مشروع الهدف وهم الصراحه المجلس على فكره مشروع عالمي مشروع بس يهتموا بيه هو كانوا في خطه ان هم يبتدوا يطوروا فيه واعتقد كابتن سيف كان موجود وكن المزياره كانت على اساس ايه ان هو مدير الفني لاتحاد الكوره معلش احنا كلنا كنا عشان احنا رايحين يعني ككل يعني ملاعب انا كمنتخب كنت رايح عشان اشوف الاجواء هناك عامله ازاي هنقدر نقيم هناك ولا لا وصراحه اعضاء المجلس كلهم كانوا هناك وشافوا ايه المتطلبات لمشروع الهدف وابتدى اعتقد ان فيها هيبقى في تطوير من نهايه الشهر تعرف يعني. ان نفقات لو اتدفعت الدفع بره دي لو اتحطت في المشروع الهدف ده هيبقى كامباوند خاص باتحاد الكوره على مستوى بس انا ما رحتش قبل كده ولا شفته انت كفريق محتاج بالزبط. ملعب كويس مكان تنام فيه كويس مطعم كويس اعتقد ان في المرحله دي زي ما قال كابتن سيف انا فندق اقامه خاص بالمنتخبات الوطنيه على مستوى مميز كابتن سيف ان هو قال لك لسه غير مؤهل طبعا قلت انا حتى يقيم فيه المنتخبات دلوقتي لكن احنا موجودين بشكل مؤقت اعتقد ان لغايه لما يبقى ان شاء الله هيبقى فيه توضيب هيبقى جميع المنتخبات هتبقى موجوده يعني
كابتن سيف، يعني كابتن ربيع ياسين برضو قبل كده بأدائه المميز في البطولة الأفريقية ووصول كأس العالم برضو كان بيعاني من القصة دي، مشروع الهدف. ليه احنا ما نتكتفش كاتحاد كرة او يبقى في راعي معين او في راعي معين يعني يبقى يشوف الموضوع ده؟ لا هو استاذ محمد احنا في يعني احنا دلوقتي جاي لنا زي منحه من الاتحاد الدولي للمشروع ده بمبلغ كبير وعاملين له دراسه، وان شاء الله باذن الله يعني في صدد ان احنا نبتدي خلاص المشروع يبدا في تطويره، لان هو محتاج حاجات كتير الحقيقه. يعني هو محتاج غير التطوير الاوض، هو محتاج برضه حمام سباحه كبير، لان حضرتك انت النهارده عايز تعمل كل الحاجات اللي انت محتاجها زي استشفاء، زي علاج طبيعي، زي جيم، يعني محتاج الحقيقه حاجات كتير. كون ان المنتخبات الشباب دلوقتي نظرا للظروف الماديه اللي احنا بنعاني منها، او نظرا طبعا لتضحيات من المديرين الفنيين المحترمين اللي هم عايزين يشتغلوا ويأدوا، بس ده مش معناه ان احنا نقف نقول ان هو جاهز او هو يستقبل. هو زي ما الكابتن بيتكلم دلوقتي بيقول يعني هو بتبقى بصفه مؤقته، ولكن تمام. انا من وجهه نظري في الوقت الحالي محتاج تطوير كبير جدا علشان الناس تبتدي تقف فيه، علشان الناس نطلع الناس بره منظومه ان ده منتخب شباب مالوش اهتمام او منتخب اولمبي، لان المنتخبات دي هي اللي هتشيل مصر في المستقبل، وده اللي علينا منه دلوقتي. كان عندنا منتخب اما بطل لعيب او اثنين او ثلاثه انهار المنتخب كله، اما المنتخبات دي كلها تقوم على رجليها يفضل في ذخيره كبيره من اللاعبين وما نحتاجش لحاجه في المستقبل ان شاء الله. تمام. الاتحاد الدولي بيدي منحه تقريبا سنويه 250,000 دولار. مظبوط، بس احنا ان شاء الله باذن الله في صدد ان احنا يعني لينا مبلغ اكبر من كده، وان شاء الله المبلغ ده يعني احنا عاملين زي مشروع استشاري لمشروع الهدف، وكان معمول من ايام الكابتن سمير. طيب ان شاء الله باذن الله يعني كلها ايام وفي صدد ان احنا نتحدث. طيب سيف، انت قبل كده كنت معايا في تليفون ودايما انا بحترم ارائك، قلت قبل كده قلت لو احنا كاتحاد كره للنشاط ما رجعش وعملنا 1 2 3 4 احنا نستقيل. فعلا رجع النشاط والامور مشيت مش بالشكل المطلوب، بس اوكي. شايف 1 2 3 3 بنود عشان ارجع لضيوفي، ايه اللي ممكن يتعملهم؟ ايه اللي يتعمل عشان صناعه جيل مهم جدا كمنتخب شباب ومنتخب اولمبي؟ اللي احنا محتاجينه في الفتره دي مش بس موضوع منتخبات، موضوع ان احنا نبتدي نغير المنظومه ككل، نبتدي نشتغل على المنتخبات. المنتخبات دي مش هتطلع لك بكره ولا بعده ولا هتخليك رجل او مجلس صاحب انجازات في 5 دقائق، بس هتخلي الناس بعد 5 أو 6 سنين هتعرف ان المنتخبات دي طلعت جيل بالكامل يبتدي ينافس. مش لازم ان انا النهارده في وجودي اخد كاس امم واوصل كاس عالم وابقى انا عملت كل حاجه، لا، انا ممكن اقفل على نفسي زي ما الاهلي والزمالك بيعانوا دلوقتي من احلال والتدريب، واجي زي كل البلاد الافريقيه المحترمه، اجي بعد 4 5 سنين الاقي ان انا عملت قاعده كبيره جدا. ده محتاج طول نفس، محتاج حد عنده يعني بعد رؤيه، محتاج واحد النهارده يشتغل بجد على بلان او على مانيوال تيجي الناس بعد سنين تحترمه. مش انا ارمي كل ده او اتفادى كل ده واركز مع المنتخب الاول عشان اخد بطوله واقول انا صاحب انجاز وبعد كده تنهار مني المنظومه بالكامل. يعني دي وجهه نظري الضعيفه الشخصيه. تمام. طب انا معايا سؤالين، ما ينفعش يبقى معايا سيف زاهر عضو الاتحاد المصري لكره القدم معايا على التليفون وما اسالوش سؤالين. هو السؤال الاول اعتراض نادي الزمالك على اداره محمد فاروق لمباراه طلائع الجيش، 1 2 لانه عضو مجلس اداره نادي بني سويف، 2 ماذا لو قبل كابتن حسام البدري تولي مهمه النادي الاهلي، هتقبلهم؟ يعني السؤال طبعا الاولاني، كابتن محمد فاروق حكم كبير وحكم دولي، من حق الزمالك ان هو يعترض، ولكن انا الحقيقه ما عنديش السلطه، هو مقدم شكوى رسمي، انا ما عنديش السلطه على التعليق، يعني هي دي تتبع دي مخالفه للقانون يا كابتن سيف افندم، مخالفه للقانون. طب نرجع فيها لمين يدينا فيها الراي؟ يعني اعتقد كابتن عصام عبد الفتاح، واعتقد كابتن عصام عبد الفتاح لان هو مقدم شكوى، وكان الحقيقه كابتن احمد عبد الحليم امبارح اتكلم في الجزئيه دي، ويعني اتكلم فيها برضو. ما تسمعها يا استاذ محمد تحس برضو ان يعني الحكم ممكن يكون في بعض الاخطاء اللي هي مقبوله، يعني البشر بطبيعته بيغلط، ولكن في النهايه كابتن محمد فاروق حكم كبير وحكم دولي، يعني ما بنختلفش على قيمته خالص يا كابتن. طب كابتن حسام البدري عشان ما اطولش على حضرتك، ماذا لو يعني عرض عليه تولي الاداره الفنيه للنادي الاهلي؟ والله احنا لما جبنا كابتن حسام بدري كان الكلام واضح، ومنتخب اولمبي ده مهمه وطنيه، يعني طبعا مهمه وطنيه. كابتن حسام بدري كان الديل واضح جدا، وكل الاسئله دي اتسالت له، وهو الراجل كان قمه الاحترام ورد، قال انا النهارده بتقبل او بقبل النهارده المهمه، مش عشان انتظار النهارده ان الاهلي يعرض عليا اسيب منتخب واروح. واعتقد ان دي هتبقى يعني موقف ما اعتقدش ان واحد بقيمه الكابتن حسام بدري ممكن يفكر فيه، لان حضرتك في النهايه انت بتدرب منتخب مصر، مش بتدرب نادي ملك سيف امل مصر محمد ولا ملك محمود، انت في النهايه حضرتك بتدرب منتخب مصر. فقال النهارده حضرتك ان ما انت بتدرب العكس، ممكن يعني ممكن حضرتك بتدرب نادي كبير والمنتخب الوطني ناديك، فالنادي يسيبك لمصلحه الوطن، لكن النهارده حضرتك بتدرب الوطن،
يسيبوا حضرتك النهارده مصلحه نادي. انا ما اعتقدش ان كابتن حسام بدري يعمل كده. طب يعني طبعا الكابتن سيف زيد عضو اتحاد المصري لكره القدم بشكرك شكرا جزيلا. ومعانا من ليبيا نجمنا الكبير المدرب الخلوق المحترم كابتن ربيع ياسين. تحياتي تحيات نجمنا الكبير كابتن ياسر رضوان وكابتن محمد فاروق. السلام عليكم يا ابو حميد، ازيك صحتك وازيك يا ياسر وازيك يا محمد وبالتوفيق. المدير الفني لنادي دارمس الليبي، طمنا عليك يا كابتن. انا كويس الحمد لله. خمس ماتشات يعني على طول ان شاء الله. صحناك يا كابتن معلش، صحناك من النوم؟ نعم يا محمد. صحناك من النوم؟ كنت نايم فعلا لان عندي ماتش بكره. التليفون. طب طمنا بقى عليك وعلى فريقك الاول. لا كل الامور ماشيه كويس، ودايما الانسان في الدنيا بيعمل اللي عليه وبيحاول. الناس هنا كويسه جدا يعني، والواحد بيحاول يطلع خبراته ويطلع اللي عنده، وربنا يوفق ان شاء الله التوفيق دايما ان شاء الله. الانسان يحاول في الدنيا والله دايما مستعد، ربنا يوفق. المدرب المصري مدرب شاطر جدا واعي جدا، والحمد لله عنده شعبيه وامين جدا وبيحب الشغل، وهنا الناس بيحبوا المصريين جدا جدا، واعتقد ان ليبيا كلها مصريين يعني. فربنا يوفقنا يا رب ويكون احسن ظن باذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله. طيب كابتن ربيع، طبعا انا عارف حضرتك بصراحتك المعهوده. معايا كابتن ياسر رضوان المدرب العام لمنتخبنا الوطني للشباب، كابتن محمد فاروق مدير المنتخب، وانت صاحب بصمه على منتخب الشباب في الفتره الماضيه، وعانيت معاناه كبيره جدا في الاقامه، في المباريات الوديه، في التنقلات، في حاجات كبيره جدا. بيتكلموا على مشروع الهدف، هل مشروع الهدف يعني يقدر يستضيف المنتخبات الوطنيه وفي كل الامكانيات؟ لا طبعا انا بتمنى لهم كل التوفيق، بتمنى العلاء مهوب كابتن العلاء مهوب وكابتن ياسر وكابتن فاروق كل التوفيق يا رب وينجحهم ويوفقهم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله يثبتوا جهودهم باذن الله وربنا يديهم باذن الله. لا هو انا يعني متهيألي بتاع مشروع الهدف ده محتاج الصحاب كتير جدا يا محمد، محتاج ان هو تهتم بيه. ولا لا كان في كهرباء ولا كان في نور ولا كان في ميه ولا حتى كان في الصرف الصحي، كان بتخش الاوضه تحس ان في مشاكل في الريح في الاوضه. لا لازم يتم تعديل، لازم الناس دي تقعد في فندق كويس واللعيبه تاكل كويس وتنام في اوضه كويسه وفيها ملعب كويس يا محمد. النهارده الامكانيات كلها موجوده والفلوس موجوده، الناس تصرف وتقف كويس صح يا محمد. طيب النصيحه للكابتن ياسر رضوان وكابتن محمد فاروق، تقول لهم ايه يا كابتن؟ يعني انت اللي عانيت منه، يعني نصيحه تقول لهم ايه؟ هم طبعا هم ناس ان شاء الله كويسه ورجاله وان شاء الله بيتصرفوا، لكن لازم نساعدهم ولازم النهارده بنطلب منهم نجاح. لازم الولد ياكل كويس ولاقي مصروف جيب كويس ولاقي ملعب كويس ولاقي حاجات كويسه. الله، واحنا عندنا الامكانيات يا محمد، واحنا ما عندناش فلوس، عندنا امكانيات. لا عندنا ما شاء الله تصرف. عندنا خير بس احنا دايما بنحب ما بنشوفوش تحت رجلينا. فلازم نساعدهم يا محمد ونديهم ونقف جنب علاء ومحمد يعني انت لو بلد فقيره ماشي، انما انت بلد عندك فلوس وعندك امكانيات وعندك كل حاجه كويسه، فلازم نساعد الناس دي ان شاء الله عشان يبقوا كويسين. طيب. ويطلعوا لنا اولاد كويسين ونكون النتائج بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. طب يا كابتن، يعني دايما احنا عارفين حضرتك صريح، والنصيحه من المسلم للمسلم نصيحته النصيحه، ايه اللي ممكن تنصحه؟ ايه اللي كنت بتعانيه مع اتحاد الكوره تقوله للكابتن ياسر والكابتن محمد فاروق؟ ايه اللي كنت بتقبله وايه اللي كنت ما بتقبلوش عشان المركب تمشي؟ بس معلش يا محمد، صوتك كان بيقطع السؤال، ما وصلنيش. الصوت بيقطع. ايه اللي حضرتك مع كنت بتقبله عشان الامور تمشي مع اتحاد الكوره اللي فات؟ وايه اللي تقولهم ما تقبلهوش عشان الامور معاكم تبقى 1 2 3 4 ومعروفه واضحه؟ بص يا محمد، وانا عشان بس كانت ظروف البلد، وانت عارف البلد كانت في ثوره جديده جدا، وكانت الموضوع ايه؟ ما فيش اتحاد كوره اساسا. ولما جه اتحاد الكوره انا ما كنتش بعتمد عليه بصراحه، كنت بعتمد على نفسي ومنافسي. لو اعتمدت على اتحاد الكوره اللي موجود ده كنت غرقت وكنت خرجت يا محمد، وهم كانوا عاوزين اخرج من الاول خالص. فعاوزين نقول ايه؟ بدل انتوا جبتوا الناس دي، والناس دي محترمه، علاء محترم وياسر محترم وفاروق محترم، دي ناس محترمه. كابتن علاء طبعا وقفوا جنبها، وقفوا جنبها وساعدوهم، ودول اكيد وطنيين ولاعيبه دوليه على اعلى مستوى، نساعدهم ونديهم كل الامكانيات عشان ان شاء الله ينجحوا. نتمنى وتحاسبهم في الاخر، وتحاسبهم في الاخر وان شاء الله ينجحوا باذن الله تعالى ان شاء الله. كابتن ربيع ياسين نجمنا الكبير شكرا جزيلا. تعقيب قبل ما اطلع فاصل من كتر اللي بقوا فتره متكلمة. يعني انا بصراحه يعني ليا راي في الموضوع اللي هو الهدف او اي مكان تاني. انت رايك بصراحه اللي هو للصالح العام، للصالح العام. انا لما بيجيني لعيب سلبيات اتحاد الكره، لما بيجيني لعيب مثلا من انبي او اهلي او زمالك او ايا كان،
بيروح مع فرقته بينزل في فندق خمس نجوم طبعا، ومعظم اللعيبه بتاعتنا بتلعب درجه اولى طبعا، صعب جدا ان انا اجيبه اقعده في حته اقل من اللي هو بيقعد واقول له ده منتخب مصر. فالعامل النفسي مهم جدا، فحتى في المعيشه نفسها مهم. صحيح. ان انا ابقى بعد ما كنت بقعد في فندق خمس نجوم باجي في فندق متواضع، فده خلي بالك انتوا الحمله جايه على فرق اكتر لانه مدير المنتخب هو المفروض. انا عايز اقول لك ان المشكله مش صح وسلم عليك. اه طبعا اسلام. المشكله مش في اتحاد الكره الحالي، المشكله ان المنشاه اللي هي الهدف لما جت في الاول ما كانتش، يعني كان لازم يبقى فيه مواصفات معينه تبقى موجوده عشان تقدر المنتخبات تبقى موجوده فيها. اعتقد ان الحاجه دي مش موجوده او المواصفات دي مش موجوده جوه مشروع الهدف، عشان كده هيحصل عمليه التطوير دي. واعتقد انا كنت واقف ما زي ما استاذ سيف قال سيف صالح بصراحه قال، يعني انا كنت معاهم انه من شهر 4 هيبتدي فعلا عمليه التطوير جوه الهدف. اعتقد ان احنا مش هنبقى موجودين في الفتره دي. يعني مكان عبقري، مكان روعه خطير، الملاعب يعني الملعب عندك روعه ملاعب مش عايز اقول قريب من بيت. وبعدين بالعجله ممكن اروح بالعجله هاتي ماشي بعيد عننا. طب طلعنا فاصل يلا. طب يلا اطلع يلا فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل مع اثنين من نجومنا الكبار، كابتن ياسر رضوان المدرب العام لمنتخبنا الوطني للشباب، كابتن محمد فاروق مدير منتخبنا الوطني للشباب. كابتن ياسر شايف الاختيارات بامانه، يعني كابتن ربيع ياسين كان بيلف مصر كلها. والله احنا انا اقول لك الامانه يعني احنا لفينا مصر كلها الا ناحيه الصعيد دي للامانه يعني. طب ينفع؟ وحاولنا اكتر من مره ان احنا نعمل حاجه هناك. ده رئيس اتحاد انا 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 انا, أنا بجي لك اهو في الكلام. اه انت لا صحيح حاولنا نعمل اكتر من مره ان احنا نعمل معسكر هناك او نعمل مثلا كم منتخب اسوان بالظبط كده. ده في مفيش حد ساعدنا خالص، مفيش حد ساعدنا خالص. اسكندريه ساعدونا، الدهليه ساعدونا، الغربيه ساعدونا، القناه كلها ساعدتنا، كل البحري و طب على فكره في الا بس منطقه ابي بصراحه ما ساعدوش فيها يا كابتن. يعني انت بنطلب وما حدش ما فيش حد بيرد علينا من هناك. ده اتحاد الكوره من الاقصر، ده خلي بالك في من الاقصر صاحبنا اسمه لنا حد صاحبنا من الاقصر يعني راجل مهتم بالكوره، ولا انت لو قلت له كان عازم المنتخب كله هناك اسمه هو المشكله في في في, في شكل البطولات. يا محمد ادريس اسمه ايه ادريس صاحبنا؟ صاحبنا بتاع الاقصر ده انت لو كلمته كلمه على التليفون محمود ادريس قال له يا حاج محمود اعزم المنتخب اعزم المنتخب. خلاص يا ريت بجد والله العظيم والله يا ريت. ازاي يعني انت قلت كلام انا طبعا بحييك شجاعتك يعني. انما منتخب الصعيد الصعيد ده هو برضو ده يعني جزء اكيد كبير. حتى لو لو جبنا لعيب هنستفيد يعني، احنا مستفيدين في الاول وفي الاخر يعني. انا مع رقم ونطلبه ونقول له يعني ده لو اتحاد الكره مصر لكن بيني وبينك يعني احنا يعني عندنا لعيبه من السنبلاوين، عندنا من المنصوره، عندنا من المصري، عندنا اسماعيلي، عندنا من المحله، عندنا من اسكندريه يعني القاهره طبعا كده كده في لعيبه يعني من كل مكان. يعني مش هنقول احنا متوقفين مثلا على الدوري الممتاز او لعيب، بس احنا نتمنى طبعا اللعيب اللي يبقى موجود بيلعب درجه اولى. انا عجبتني صراحتك دي، قال ما حدش ساعدنا برضه هتيجي فيك. ما كنتش لحقت انا ما كنتش لحقت ليه ساعه تجمعات لما يمشي مش هسالك اسئله صعبه. تجمعات اللعيبه اللي كابتن ياسر بيتكلم عليها دي كانت فعلا قبل ما انضم، وكان في فعلا مشكله هم بيعانوا منها هو الصعيد. بس فاروق خلي بالك انت داخل على صيف الصعيد هيبقى صعب جدا. يعني ما كانش في خلال الشهر ده مثلا مباراة في أسوان ومباراة في الأقصر، أعتقد الناس في الأقصر وفي أسوان ناس مش عايز أقول لك ولا أروع على رأي طبعا. بص محمد احنا طالعين إن شاء الله الأسبوع الجاي الجونة ربنا يسهل، واحتمال إن احنا نعمل مباراتين مع حد من الصعيد. يعني بنحاول زي ما أنت بتقول كده إن احنا نعمل اتصالاتنا ونعمل منتخب الصعيد مثلا يجي لعبنا هناك. لكن طبعا كانت مشكلة ان ضيق الوقت هو اللي بيخلي انك انت ما تقدرش تروح الصعيد في توقيتات معينة. يعني لو جالكوا عرض من الاقصر تروحوا؟ ما عندناش مشكلة اكيد طبعا، ما عندناش مشكلة. احنا رحنا احنا لفينا لعبنا منتخب الدهلية والغربية والقناة ومنتخب اسكندرية بحري يعني فعلا في بلاد ولادة للنجوم يا كابتن ياسر. دهلية. يعني انت المنصوره ما شاء الله الدهلية طبعا. انا لسه بقول لك اهو يعني انت وعماره والسقه و احنا كنا 8 في المنتخب 98 ابراهيم صلاح هنسى وياسر ريان ومع احترامنا طبعا نادر كابتن نادر. انا بقول لك يعني الصعيد برضه في مواهب كبيره اكيد طبعا، مغادي احمد حسن وعماد النحاس ونجوم كبيره جدا وسيد معوض في ناس كتير سيد حفيظ
لا كابتن سيد فيوم. اه فيوم يعني فيوم ده وسيد معوض فيوم. وفيوم ما برضه في اصبع صيد سيد جاي من الالومنيوم. لا اكيد طبعا في لعبه كويسه وطبعا احنا يمكن مقصرين في ان احنا نتواجد في المكان ده، لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه طبعا بتواجد كابتن فاروق ان احنا نعمل معسكر او اي حاجه هناك. بس هو دي المشكله محمد، انت عندك كمان 30 يوم تقريبا لعيب 2 3 يفوق معاك خالص طبعا، يعمل معاك فرق كبير جدا. وانت فعلا محتاج بعض اللعيبه في بعض المراكز، خصوصا السيد باك. احنا عندنا اصابات حصلت كتير الفتره اللي فاتت، عندنا محمود شبانه جات له اصابه صليبي، وعندنا خميس حسني جات له اول امبارح من 4 ايام كسر في رجليه الشمال. فعندنا طبعا بعض المراكز محتاجين فيها تدعيم يا كابتن ياسر. يمكن لو احنا الفتره الجايه فعلا شفنا لعيبه من الصعيد اعتقد ممكن يعوضوا المراكز اللي احنا نقصت عندنا دي. لكن يعني اتمنى طبعا زي ما انت بتتكلم كده، فين استاذ محمود ادريس يتصل بيها محمد؟ جابوا لنا محمود ادريس. طيب. انت قلت ان انت الصعيد الجهه الوحيده ما رحتهاش، واحنا قلنا ازاي ما تروحش الصعيد، والخال الكبير جمال علام هو رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. استاذ جمال اهلا وسهلا استاذ محمد، اخبارك؟ تحياتي ليك ان شاء الله. وحشنا استاذ جمال، ومعاه طبعا كابتن ياسر رضوان وكابتن محمد فاروق. وبسالهم بقول لهم يعني كابتن ربيع ياسين كان بيلف البلاد، انتوا ما رحتوش فين؟ قالوا بصراحه احنا ما رحناش الصعيد. قلت لهم ازاي بيبقى الخال الكبير هو رئيس اتحاد كرة القدم المصري؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك، تحياتي للكابتن ياسر وكابتن ازي حضرتك. الحمد لله تمام. عايزين نعمل ماتش في الاقصر وماتش في اسوان قبل الحر، ايه رايك؟ الله يبارك فيك. لا انا بس عايز اوضح حته صغيره قبل ما اخش معاك في الحديث. طبعا انا شفت المداخله الاول بتاعت الكابتن ربيع، طبعا ما عجبتنيش، لاني اولا انا جيت لقيته اساسا هو كان موجود في الهدف. تمام، احنا من ساعه ما جيت خليته اساسا قاعد في فنادق الخمس نجوم والمعسكرات اللي هو كان عايزها. ولو عايز بالارقام اجيب لك صرف كام في الفتره الاخيره، وعنده هو الاربع سنين اللي كان قاعدها هو كان ايه مصروفاته يعني الفتره الاخيره. لان احنا اللي هو بيقول لك ان المجلس ده انا ما بتعاملش معاه، ده ما بتعاملش معاه عشان خاطر احنا المكافئات بتاعته لما طلع ما خدش مكافئتين بتوعه. فما ينفعش كده ان احنا بنتعامل مع اتحاد الكوره، لو واحد ما خدش مستحقاته يذم. ولو جبت الكلام بتاع الكابتن ربيع ساعه ما هو كان موجود في الاتحاد، واكيد عندكم كنت هتعرفوا الفرق بين الاثنين. في حاجه بس انا حابب اوضحها. طبعا حقك يا فندم. اولا الحاجه انا عشان يبقى احنا نبقى برضو موجودين، احنا لما جينا كان في بس منتخب الكابتن ربيع اللي موجود. تمام، ما كانش حد مهتم بباقي الاعمار السنيه. يمكن احنا فتحنا 95 و98 و97 عشان نعد منتخبات صح، ويبقى للمنتخب النوال للمنتخب. يعني احنا بنشتغل صح. اولا انا لسه جاي النهارده، صحيح الخطه الموجوده هناك في الفيفا تختلف خالص عن اللي احنا كنا بنتكلم فيه، عشان خاطر طبعا كان معايا كابتن فاروق جعفر ورحنا هناك، كان كله شغل فني. تمام، الفني ده هيتطبق في مصر اعتبارا من بكره. تمام، ده اللي كان في جنوب افريقيا. الرحله مهمه يا جمال بيه. طبعا في حاجات مختلفه جدا جدا جدا. تمام. يعني اولا ابسط شيء، كان المدير الفني في الاتحاد المصري لكره القدم ملوش دور في الاتحاد المصري كله. صح، النهارده اتوضح هو جاي لما هيجي يعرض كده، وده المفروض. خلي بالك حضرتك يعني ده ما اتحققش مع الجنرال الراحل محمود الجهري طبعا، يعني عايزين بقى الزمن اتغير طبعا. واحنا بندي مساحه لكل واحد يبقى موجود في الاتحاد طالما هو بيحترم كلمه الاتحاد المصري كره القدم. طيب النهارده كابتن فاروق. لا طب جمال بيه استاذنك عندي حاجتين. الحاجه الاولانيه هو موضوع صعيد، رد لي الاول على موضوع صعيد، لان ما ينفعش حضرتك تبقى من الصعيد موجود وما فيش زياره لمنتخب الشباب او نشوف الناس بتوع الصعيد وحقهم علينا. لا طبعا ان شاء الله، خلي بالك مش عشان حضرتك ده، عشان خاطر مصر. انا بس المشكله ان انا لما بيجي يروح هم اي حد بيروح رايح الاقصر يقول لك جمال علام اللي وجههم وداهم الاقصر، فبيت في حساسيه عندي انا. مالوش علاقه يا جمال بيه، مالوش علاقه، ده منتخب مصر ومنتخب يعني ده كله بيعود على الكره المصريه. مش اسمك محمد ان شاء الله. استاذ جمال احنا مسافرين ان شاء الله الاسبوع الجاي الجونه. محمد فاروق مع حضرتك يا فندم، نتمنى ان حضرتك تقدر يعني لو حد يقدر يجيب لنا مجموعه منتخب الصعيد على الجونه ونقدر نلعبهم هناك، هي قريبه مش بعيده عنهم، فنتمنى ان حضرتك نوديك الاقصر برضه ان شاء الله. لا الاقصر انا جمال بيه يا خال، اديني وعد على الهوا ان منتخب الكابتن علاء ميهوب هيلعب مباراه في الاقصر. لا يروح يلعب الاقصر والاولمبي كمان، في عيال في ولاد والاول كمان ان شاء الله، والاول والاولمبي وكل الفرق ممكن تروح الاقصر، والناس الاقصر هم يعني هم هيشوفوا الفرق بين في المعامله ان شاء الله. هيتعاملوا معاهم ازاي، دي النقطه الاساسيه. انما انا طبعا بضمن الكابتن محمد فاروق والكابتن ياسر وكل منتخبات
ان مشروع الهدف اساسا طبعا هو اتقالت انت قلت 250,000 دولار، 250,000 دولار بتيجي بتيجي مش للهدف، بتيجي سنويا دعم للكره الشاطئيه والنسائيه والتحكيم يعني بالتوزيع. لكن الهدف اساسا كان معمول، يمكن الاستاذ الكابتن محمد قال لك كلمه في الاول، قال لك اعداده ما كانش معد صح. طب يا جمال بيه اسمح لي هنطوره ان شاء الله. طب يا فندم لحظه لحظه يا فندم ما شاء الله. هدف كنت اتكلم مع كابتن ياسر ادورهم من سكان اكتوبر، المكان مميز، مكان استراتيجي، مكان فيه كل الـ يعني الـ يعني الحاجات اللي توفر الراحه والهدوء وكل حاجه تبقى بمتكامله بالنسبه لك. ولكن التطوير ده محتاج وقت ومحتاج امكانيات فكر، والمردود بعد كده انك هتوفر فلوس كتير جدا، بدليل ان كابتن شوقي ممكن يجي يقعد عندك، كابتن حسام البدري ما رضيش يقعد فيه، كابتن قبل كده كابتن ربيع ياسين كان في شكوى منه. عايزين نعمل مشروع الهدف يعني فندق اقامه متكامل. طبعا اللي قدامي قاعدين مش هيقدروا يقولوا طبعا نحن زعلانين، بس اكيد برضو مشروع الهدف محتاج الكتير. اتفضل حضرتك. انا اطمنك بس ان احنا برضو الزياره اللي احنا كنا فيها دي ايوه هناك موجوده في كان الفيفا موجود، وقالوا ان هو هيطوروا كل المشاريع اللي هي مطلوبه بما فيهم لو احنا طلبنا من مصر طلبت اللي احنا عايزين ايه وايه 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 هينفذوه لنا. وفعلا بقول لحضرتك من بكره هيبتدي الشغل فيها مضغوط. طيب. اللي احنا رحناها دي كانت مفيده في موضوع تطوير الهدف للمشروعات اللي هي موجوده في كل الدول، لان في مناطق معموله فيها، في الجزائر معمول مشروع الهدف ده حاجه خرافه. النهارده احنا عندنا ده تطويره هيتعمل لي الخطه هتتبعت للفيفا، وان شاء الله باذن الله الفلوس قالوا لنا جاهزه. يعني في بالنسبه لنا احنا في 420 ألف دولار دول جاهزين وهيوصلوهم لغايه 580. طب ألف جمال بيه، انا طبعا حضرتك راجل صعيدي كريم، معايا محمد فاروق مدير منتخب الشباب قدامك، معاك رئيس اتحاد الكوره، اطلب منه اهو. هو انا هقول لحضرتك ليه اهو اتفضل. انا هقول لحضرتك هو من غير ما يطلب لان انا اساسا هو يقول لك او اي منتخب يقول لك ان انا بمجرد ما بتجيني حاجه لمعسكر خاص باي فرقه ما بستناش ثواني. لا يعني وكمان يعني حته ان احنا كان عندنا كام لعيب مصاب بصراحه يا استاذ جمال، مجرد ان احنا قلنا له ان احنا محتاجين عمليه. خلي بالك هو راجل متعاون سريعا جدا وراجل محترم. لا لا بمنتهى الامانه انا بقول لك بامانه. ويمكن سفريه الجونه كان كابتن علاء طلب مننا ان احنا نروح سفريه الجونه، طبعا استاذ جمال برضو كان مسافر لكن على اساس ان هو يعني على اتصال ان هو ان شاء الله موافقه. طبعا موضوع المطوشه ان شاء الله نروح للاقصر دي برضو حاجه جميله ان شاء الله باذن الله. وانا عايز اطمنك برضو ان المشروع بدا بتاع الهدف هيبدا، لان احنا خدنا الاجراءات كلها كامله وهيبتدي التنفيذ فيها. وعندنا دلوقتي بالنسبه للمبلغ اللي موجود عندنا في فلوس جات لنا برضو من الفيفا من الاول نبتدي التطوير ان شاء الله. وهي في 30 اوضه فوق اساسا، انت عارف يا كابتن محمد انت رحتها فوق طبعا، هي دي المشكله لو اتجهزت فوق 30 اوضه. لكن اللي انا عايز اقوله برضو ان الاوضه يعني فيها امكانيات، اللي بيقول عليها امكانيات وحشه لا، هي فيها امكانيات مش مفاهيم تطوير بس، هي تطوير بس جدا بس عايز جمال بيه حاجات معينه. جمال بيه معلش احنا بنستغلك يعني احسن استغلال زي ما بيقولوا. اللبس، لا اللبس ما فيش مشكله، انا فوجئت ان بيقول لي في المشكله بتاعت لبس 95 كانت اساسا في الاول اللبس ما كانش عندنا احنا اساسا، غير اللبس كان بيجي الاتحاد يتوزع كله على طول اللي كان يلحق في الاول. ابتدينا ان احنا ننظم لما كان 95 ما عندهمش لبس احنا اشترينا لبس، صحيح خدوا اللبس بتاعهم تمام. مش عايز اقول لك انا كمان الارقام عشان ما حدش يقول مبالغ فيها، في ارقام عارفها الاستاذ محمد في الكابتن محمد فاروق، في ارقام متاخده بزياده كتير صحيح، يعني انا عارف ان فيها حاجات فيها زياده بعض المنتخبات فعلا فالنهارده يمكن جبت الكابتن فاروق في صلاحياته ان هو كمدير فني للاتحاد قعد معاهم مره واثنين وثلاثه من غير ما انا اقعد واتحصرت الحاجات دي، وعندنا كمان حصر للمنتخبات الحاجات الزيادات اللي عندهم واللي هم احتياجاتهم لمده سنه كامله نهايه الموسم دي موجوده، والعقد ان شاء الله باذن الله هنمضيه برضه يجيبوا لنا باقي الملابس، لكن في ملابس موجوده وكل منتخبات. طب جمال بيه بنسبه الملابس في فعلا في ملابس موجوده في المخازن ملهاش لازمه؟ لا هو لا ما في ملابس لشركه تاني مكانها طبعا بس ما تنفعش في اي حاجه، يعني تلاقي شورت ما تلاقيش سنانة، تلاقي شرابات كتيره جدا، تلاقي جاكيت ما تلاقيش البنطلون بتاعه، حاجات زي كده يعني. يا ريس في كلام بصراحه يعني انا عارفه ومش حابب اقوله بصراحه، بيقولوا ان اللبس اللي في المخازن ده ما تزعلش مني يعني في سؤال ممكن حضرتك توضح. لا قول يا رب. بيقولوا في بيبيعوه ترنج ب 200 جنيه.
لا 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 لا, لا ما مش حقيقة. ما يوصلش للمرحلة دي اليوم, لكن لأن الحاجات دي في مخازن بتبقى فيها أرصدة موجودة, لكن هي أساسا عشان ما تقدرش تطلع بيها فبتبتدي دلوقتي مثلا يعني يعني مثلا البتاع نقابة الإعلاميين مثلا راح يلعبوا مباراة طلبوا اللبس اللي عندي تدخلهم. اه طبعا طبعا ليه لا اللبس ده طبعا اللبس اساسا ما تقدرش تطلع بيه منتخب طبعًا. وده بتاع شركة قديمة يا جمال بيه ما يقدرش يطلع بيها دلوقتي. ده شركة قديمة. طب يا ريس يعني حضرتك أزمة نادي الزمالك ومحمد فاروق شايفها من الناحية القانونية ايه؟ وقانونا أول مش محمد فاروق مدير المنتخب محمد فاروق عضو مجلس إدارة بني سويف والحكم الدولي. تمام. اولا انا ما كنتش موجود فيها, انا بقول لك جاي النهارده, بس اللي انا عايز اقوله لحضرتك اتفضل يا فندم ان الحكم مفروض الحكم مفروض ان هو ما بيشتغلش حاجه ثانيه, دي حاجه. انما قانونيا هو لا قانونيا ما فيهاش حاجه بالنسبه له ان هو حكم مباراه, لكن هو اللي قيل في الفتره اللي فاتت احنا ناخد رايه يبقى هنا او هنا دي بتاعت لجنه الحكام, وانا عارف ان كابتن عصام عمره طيب ان شاء الله باذن الله ما هياخد خطوه. يا جمال بيه لما قالوا بسالهم سؤال وقالوا بقول لهم الصعيد والاقصر, وطبعا خلنا الكبير جمال علام من الاقصر واخونا الحبيب محمود ادريس, يعني ازاي الناس بيترحبوا, ده انتوا بترحبوا كل مصر, المهرجان السينما الافريقيه, مهرجان السينما العربيه والوطنيه وكل المهرجانات اللي في الدنيا, وازاي يبقى عماد المستقبل بالنسبه للكره المصريه يبقى في الاقصر وكل الامكانيات دي وما نستغلهاش. ان شاء الله باذن الله باذن الله. انا بقول لحضرتك حاجه, انا بس كانت زي ما انا قلت لك طب. اول ما عملنا ماتشين بتوع كاس مصر قال لك جمال علام وداهم الاقصر. لا لازم تروح الاقصر. طب خليك معايا هوديك الاقصر, هوديك الاقصر. الو حاج محمود السلام عليكم. سلم على الخال الكبير جمال علام. والله بص هو طبعا الاستاذ جمال يعني عليه لود كبير قوي طبعا, انت عارف المسؤوليه كبيره طبعًا. الاول طبعا بمسي على الناس المحترمه اللي مع حضرتك طبعا. يكفي انه سمعتهم الجميله وتاريخهم يعني خليني اقول لك انا سعيد اني والله معاكم على الهواء والصحبه الجميله دي. وطبعا جمال علام مش عشان خاطر من الاقصر, انا بقول لك ان هو شخصيه محترمه وشخصيه خلوقه مصري اصيل. لا يكفي ان هو استاذ محمد عارف عايز يعمل المستحيل عشان خاطر البلد تطلع بصوره جميله طيب. لدرجه اني اخر مره استاذ محمد بسرعه كده بقول له عايزين الاقصر يا استاذ جمال, قال لي يا محمود اسكت, ده انا الماتشات اللي جبتها لكم اتهموني ان انا يعني ما معناه كده عايز اودي كل حاجه الاقصر. طب بقول لك ايه, بقول لك ايه اسمعني, عايزين يتهمونا تاني والاستاذ جمال لسه معانا على التليفون. عايزين أيوة. الكره القدم هي تنشيط للسياحه في الاقصر, عايزين نعمل مباراه لمنتخب الشباب في الاقصر وانت يعني تبقى موجود وتساهم فيه او في الصعيد عموما, نبدا بالاقصر, ايه رايك وجمال بيه معانا؟ انا موافق الاستاذ, ادي على الهوا البرنامج أيوة. حضرتك اتفضل الاستاذ جمال وضيوفك المحترمين, اي حاجه اي حاجه لمصر انا كمجموعه ادريس أيوة. انا تحت امرك, اؤمر امر اي حاجه بكرر لمصر لمصر. انا هكلمك يا استاذ محمود خلاص, وخلتني راجل اعمال وخلتني صاحب مجموعه شركات, اي حاجه لمصر امر يا استاذ محمد انا فيها, والاستاذ جمال يرد على الكلام بتاعي. استاذ جمال اتفضل, خليك مع حاج محمود, خليك استاذ جمال اتفضل. استاذ جمال بقول لك اولا طبعا اخويا حبيبي جمال حبيبك طبعا طبعا انا عارف طبعا هتبقى شهادتي مجروحه فيه طبعا, بس من الناس المخلصين جدا في الاقصر, عايز اي حاجه تتعمل لذلك الاول يا استاذ عشان الاتحاد الكره ما تحملش الحاج محمود ادريس ادى ودود الحمد لله. لا أه. هو من الناس اللي هو عايز تعمل حاجه في كل حاجه ده حقيقه, عايز الاقصر اهم حاجه الاقصر يعني عنده الاقصر. طب يعني يا جمال بيه اقامه المنتخب الشباب بقياده الكابتن علي ميهوب الكابتن ياسر والكابتن محمد فاروق ما فيش مانع لو نظمنا مباراه هناك في الاقصر. ها ادام انت قلت كده ان شاء الله المنتخبات كلها هتروح الاقصر منتخبات. طيب كابتن جمال علام بشكرك شكرا جزيلا. حاج محمود خليك معايا. شكرا استاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. حاج محمود محمد فاروق عايز لك حاجه؟ لا خلاص مدام الحاج محمود استاذ جمال بيقول ان طب هو خلاص الجميع احنا كمنتخب من منتخبات الوطنيه احنا في اقرب فرصه طبعا نتمنى ان احنا خلاص موجودين هناك وهنحاول نوفر لك المكان والاقامه كله. حاج محمود اجل واسلام صادق ولا على فكره يا استاذ محمد ايوه الصعيد متعطش يشوف الناس الحلوه الكباتن الجميله الشباب المحترم صحيح. اللي هيرفع اسم مصر صحيح. عشان
ده تاريخ خلي بالك يعني محمد. ايام كابتن جوهري كنا بنروح اسمي. نعمل معسكرات في اسوان وفي الاقصر. طب يا حاج محمود يعني اسمح لك طبعا بعد البرنامج كابتن محمد فرقه يتواصل معاك، بس هتعزمنا لو اسلام صادق وكريم ولا لا؟ ده لازم. بقول لحضرتك ايه، انا هعمل المستحيل عشان خاطر الماتش ده يطلع بالصوره المشرفه خلاص لمصر والكباتن المحترمة اللي هيشرفونا. وانا بكرر لك اي حاجة لمصر، مجموعة ادريس خلاص تحت امر مصر، لاني من غير مصر خلاص لا في ادريس ولا في مجموعة. طيب انا تحت امر مصر. الخال محمود ادريس من الاقصر، شكرا جزيلا. شكرا. طبعا هطلع فاصل وارجع تاني اعقب على كلام الحاج محمود ادريس والاستاذ جمال علام مع نجوم الكبار الاثنين بعد الفاصل. رجعت تاني بعد الفاصل. طبعا ده كان كلام مهم جدا للاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، والحاج محمود ادريس اللي وجه الدعوه لمنتخب الشباب، كابتن علاء ميهوب، كابتن ياسر رضوان، كابتن محمد فاروق، انهم في استضافته في مدينه الاقصر في مصر كله فول بورد، يعني اتحاد الكره بس هيجيب لهم تذاكر الطيران وشويه الكور وشويه الحاجات، بس يجيب لكم لبس كمان ولا لا؟ اتحاد الكره خلاص في لبس دلوقتي يا محمد، ما دخلناش في الغلط ده، ضمن رئيس الاتحاد. خلاص، لا هو في لبس خلاص، هو وصل وحصل التعاقد خلاص، وان شاء الله يتحل يعني المواضيع اللبس دي. يعني انا عايز اقول لك ان احنا مفروض يعني كان هدفنا مثلا ان احنا كنا في ماتش عندنا مباراه مع منتخب القناه، لولا طبعا موافقات الامنيه احنا كل هدفنا ان احنا نشوف اللعيبه وفي نفس الوقت نعمل التواصل، لان منتخب مصر ده مجرد ان هو بيروح في مكان فده في حد ذاته. وعلى فكره برضو ممكن تلاقي في اسوان كمان حد، يبقى برضو انت غطيت الصعيد، المنطقه اللي انت اعترفت بيها انك انت مش مغطيها. بس السياحه الرياضيه دي ومنتخب مصر اكتر واحد او اكتر فريق يقدر يخلي السياحه الرياضيه دي موجوده بشكل. طبعا انت كنت عايز تتكلم على التسويق. لا انا مش عايز اتكلم، انا بتكلم ان اتحاد الكوره كاسم كبير اسس سنه 1921 يعني ممكن يبقى تسويقيا يبقى اكبر من كده بكتير. اعتقد الظروف في الفتره اللي فاتت دي نتيجه الاحداث اللي حصلت في البلد هي اللي ممكن تكون اثرت على الحته التسويقيه على اتحاد الكوره، لكن اعتقد الفترات الجايه لازم يبقى الفكر مختلف تماما. طيب. عشان اتفضل. في مباراتين مالي 15 17 هو في لغايه دلوقتي، احنا كان مالي كانت طلبت مننا مباراتين واحنا حددنا لهم التاريخ ده وعلى اساسه احنا رايحين الجون على اساس ان احنا نلعبهم. لكن لغايه دلوقتي مالي ما ردتش علينا، وهنحاول نعمل استعجال ليهم بكره، لكن لو احنا كده او كده موجودين في الجونه كتعليق، احنا موجودين في الكوره يعني الجونة. ده ممكن تفكروا فيها وفيها تبقى مباراتين، عشان كده انا ممكن بقول للاستاذ جمال طيب. لو ينفع ان احنا نجيب طيب ماشي، ممكن نعمل حاجه مثلا، ويبقى موضوع الاقصر ده هتنسقه ازاي؟ التنسيق هيبقى موجود ده بقى على زي ما استاذ جمال موجود، وطبعا حكاوي الكابتن علي ميهوب كمدير فني الجهاز طبعا هو راي يعني كلها مصلحه عامه ليك. لا هو كابتن يعني كان طلب الموضوع من بدري كمان، لان طبعا احنا لازم نروح هناك كمان، ولازم منتخب مصر يروح هناك، مش بس الاقصر واسوان، ونروح المنشوره ونروح هناك. عملوا فيلم ده حقيقي ده بجد. خلينا نتكلم بصراحة. انت لما بتيجي تلعب ماتش ود هنا منتخب مصر بتلعبه في ملعب فرعي وفي حتة ممكن يخش لك شوية مجموعة اعلاميين وكاميرا وبتاع. لكن لما تروح الاقصر وتروح اسوان هتلاقي جمهور وضع مختلف، وان شاء الله يبقى معاك فيبقى في دافع للعيبة. انا دافع ان فعلا ان انا لعيب منتخب مصر، يعني لازم يحس ان هو لعيب منتخب مصر. طيب والجمهور اللي هيديله الحتة دي. صحيح. بأمانة يا كابتن، لما بتقعد مع الكابتن علي ميهوب ومحمد فاروق وبتقعدوا تكلموا مع بعض، احمد فكر الصغير طبعا نجم الزمالك، احمد فهيلي طبعا، ده فاكر كنا محمد يونس طبعا مين اللي جاي؟ طب قولي الجهاز كله عشان برضو يعني احنا طبعا كابتن علاء ميهوب وكابتن ياسر رضوان وكابتن احمد فكري وكابتن محمد يونس طبعا، دكتور مصطفى المنيري طبعا، راجل محترم خالد ابراهيم ده تاهيل، وكابتن عباس مدلك يعني، ومهمات سيد زكي. سيد زكي اسوء ما في الموضوع سيد زكي. لا لا بالعكس والله ده بروفيشنال. لا سيد كتمان يقول لك الكتمان، ما تعرفش الكتمان بيعمل ايه في اوروبا؟ بالظبط احسن حاجه. لا خلي بالك دينامو تبعته، انت لو بعته شفت الملابس ولا بتاع هو ايه؟ هو ايه زكي طبعا بروفيشنال، قول له بروفيشنال يقول لك بروفيشنال هو هينبسط قوي. بالظبط. طبعا يا ريت يجيبونا كابتن محمد فكر الصغير برضه يتواصل معانا، او كابتن علاء ميهوب لو حابب يعني يتواصل معانا. لما بتقعدوا تتكلموا على الرؤيه المستقبليه بتقولوا ايه؟ والله انا عايز اقول لك حاجه مهمه كمان، مش بس من جمله للكابتن علاء دي ملهاش علاقه بالكابتن، يعني الراجل بصراحه بيعاملنا كاننا شخص واحد،
يعني ممكن انا المدير الفني احمد فكري المدير الفني كابتن يونس، انا بتكلم عن الجهاز الفني بس مرمى برضه راجل محترم يعني مفيش فواصل بينا، على طول في تواصل. طب نتفرج على اللعيب ده، طب نشوفه مره ونشوفه اتنين بحيث ان هو ما يتظلمش، لو احنا مش متاكدين منه قوي يقول ايه رايكم، طب نجيبه معسكر كمان. ففي بصراحه تواصل بين الجهاز جيد جدا، واعتقد ده ان شاء الله ان شاء الله يبقى من اسباب النجاح الفتره اللي يوسف السيد راح الكره الخماسيه ليه؟ كابتن يوسف لا يعني ده هو قرار مجلس اداره، قرار مجلس اداره مش من عندنا. انا كنت مدير كوره فكان في اداري موجود معانا وكابتن يوسف معانا، لكن مجرد ان احنا رجعنا من الامارات كان قرار مجلس اداره بعيد عننا خالص. سؤال مهم جدا، اتفضل. كل مره في كل البعثات الرسميه او الانديه يقول لك محمد عباس التجنيد منعه، ياسر رضوان اصله لسه ما طلعش الاعفاء بتاعته، الحاجات دي بتعمل فيها ايه؟ لا احنا لسه لغايه دلوقتي ما عندناش مشكله لغايه شهر 8. ايوه يعني ايه الرؤيه، انا قلت رؤيه المستقبليه هتعمل ايه؟ لا دي اجراءات طبيعيه، احنا لو طالب بيبتدي لا انت بترجع دايما بيبقى عندك تقول لك محمد عباس ده اوكي لم يصبه الدور او لسه قدامه فتره، بيبقى عندك الداتا دي كلها؟ طبعا كلها طبعا طبعا موجود كله. انا اول ما جيت يمكن كابتن ياسر برده موجود، عملت استماره لكل لعيب بصورته سنه ورقم تليفونه ورقم تليفون مش عارف ومقاساته وكل حاجه كانت موجوده، والداتا عندي موجوده على اللابتوب عندي، فعارف امتى بالظبط ان شاء الله المشاكل ممكن تقابلني في من خلال عيب يعني. طب طلعنا فاصل، يلا فاصل بينا يا جماعة ونرجع لمحمد تاني. أصل كل مرة لك إيه أصل محمد عباس تجنيد معرفة. رجعنا لكم في الجزء الأخير طبعا من حلقة اليوم من حصاد النهار مع كابتن ياسر رضوان وكابتن محمد فاروق، وأنا سعيد جدا إن الحلقة كان فيها إيجابيات إن هي الناس عرضت رأيها ودخل عضو مجلس إدارة ورئيس اتحاد مصر لكرة القدم وأيضا الحاج محمود إدريس وعرض عليهم إنهم يبقوا موجودين في الأقصر إن شاء الله، لأن الصعيد جزء مهم جدا من مصر. أنت كملت أنت موضوع الولاد والجيش والحاجات دي، عندك الفايلات وكل حاجة وتليفوناتهم والتواصل معاهم. تمام. ده لازم طبعا يعني. طيب كابتن أنت حضرتك بقى يعني كفكر الولد قياسات طبعا تعملوا قياسات، إيه عملت معاهم إيه؟ من الناحية البدنية؟ والله طبعا في موضوع القياسات ده طبعا أول حاجة دكتور مصطفى طبعا عمل التحاليل اللازمة اللي هي خاصة باللاعبين كرة القدم أو بالرياضة عامة. عمل المجموعه كلها الكلام ده قبل ما نسافر سفريه دبي وتونس، وبعد كده بيبقى في قياسات للنواحي البدنيه برضو، عملنا قياسات للاعيبه وبناء عليه بنحط البرنامج اللي هو البدني وطبعا الفني والخطط طبعا. برضو سؤال مهم لان تعرف احنا كان دايما هيكسبرجر المدير الفني للمقاولة العرب النمساوي دايما كان يقول لك حاجه مثل بالامير يقول لك الا جبت شبلا شليخت انيرونج، يعني كل الا جبت شبلا يا اسلام يا صادق شليخت انيرونج، يعني ان اللعيبه المصريين عندهم دايما سوء تغذيه. ياسر الماني خلي بالك يا محمد تناشي ولا ايه؟ بقول لك يا محمد في جيتس دي جود جود كاس جود خلاك نكس جزيه لا طبعا انت راسك ايه مجهود ها؟ عند ابني برضه ما شاء الله خلي بالك الماني ما شاء الله بيتكلم ما شاء الله الماني كويس جدا. دايما كان يقول لك مثلا لعيبه يسهر هي دي حقيقة لا بجد والله وعندنا نماذج عندنا نماذج في المنتخب عندنا اكتر من لعيب عندهم انيميا وسوء تغذية ولعبة بتدوخ مثلا من فطبعا مع القياسات مهمة جدا عشان تبين لك قدرات اللعيب سواء من الناحية البدنية او الناحية الفنية او الناحية المهارية او الخططية. الحمد لله اجتزنا الحاجات دي كلها وبدأنا نحط برنامج. كابتن علاء طبعا حط برنامج للاعبين كلهم واحنا الحمد لله يعني خلي بالك يعني انت حضرتك كنت في هانز روستك في المانيا في مسؤول تغذيه اكيد محمد فاروق لما راح تركيا في مسؤول تغذيه اكيد بيبقى عارف النهارده هياكل كذا وياكل كذا وياكل كذا لان انت عارف عندنا احنا عشوائيه الاكل والاكل الجاهز والحاجات دي كلها بالليل عندك خبره تغذيه ولا مفيش الكلام ده؟ لا والله المختص حاليا هو الدكتور مصطفى الدكتور مصطفى ممكن يبقى بالخلال يقدر يعملها محترم يعني طبعا نقول ايه بتتعمل بشكل 70-80% انت بتسافر جوه المعسكر يا محمد لكن بره المعسكر هي تبقى مشكله بره المعسكر ماشي ما انا اوكي يعني الفتره اللي هو اللعيب بقى بيبقى على فكره عايزك تحطه على التراك يمشي بشكل معين يقدر بعد كده يديك بشكل كويس لما الولد يبقى واقف على رجليه صح واقف بيتغذى صح باموره الحياتيه ماشيه بشكل كويس ده مردوده البدني عليه في الملعب هيبقى كويس اكيد ممكن اقول لك حاجه
احمد يعني هي بتبقى بتواصل يعني أوه. الولد بيبتدي ان هو سن صغير سواء في نادي او في منتخب صغير لو هو كان في السن الصغير منتخب بيبقى تواصل بيعلموه ازاي ياكل ايه وما ياكلش ايه لازم اللعيبه بيوصل لمرحله عشان يبقى محترف فعلا أوه. عارف هو بياكل ايه وبيشرب ايه عشان في يوم من الايام لما يجي يوصل للمرحله دي عارف هو بياكل ايه. كابتن ياسر كان في المانيا تدريبك 9 الصبح او 9 ونص او 10 كتير لازم تروح تفطر تبقى لابس لبس معين تقعد على الفطار تقعد على الفطار بالظبط تبقى قاعد وبعد ما تخلص ممكن تتغدى في النادي ممكن او في النادي. تبقى فري براحتك ممكن يبقى مفروض عليك اكل مفروض انك تاكل او تروح تاكل في البيت أكيد. ونفس الموضوع ده افتكر رحت مصر قلت لك وشفت القصه ماشيه دايما بالشكل المنظم ده اكيد. وكان مانويل جوزيه في النادي الاهلي بيجي الصبح ليه؟ ما هو عارف ان اللعيبه المصريين بتصحى عشان بيعملها عنده خلي بالك طبعا كان بيعملها عنده عشان اللعيبه بتصحى على فكره ده صح وده صح هو انا هو التمرين الصبح بس في لعيبه ياسر كان ما بتواصل بتروح على بقى بتواصل ده وبرجع بعد كده ما بيقدرش يعني هي تمرينه الصبح مفيده في حاجه كمان ان انت بتروح ما فيش لسه ذهنك ما فيش فاضي ما مشيتش في شوارع ما شفتش ناس ما اتكلمتش مع حد فلسه في فراغ فتقدر تركيزك عالي لكن بعد اخر النهار طبعا بيبقى معانا بقى ادينا مفتاحكم اللي دايما تلاقيه عارف كل حاجه ويروح يجيب بالمشكله الملابس اللبس ويحط الإقماع ويقول لك ان هو بروفيشنال يا بروفيشنال يا بروفيشنال يا بروفيشنال بروفيشنال يا سيد تحيات طبعا كابتن ياسر رضوان كابتن محمد فاروق انا لسه بشكر فيك يا ابو السيد وبقول لهم لو اديتوا له الفرصه هيبقى مساعد مدرب بقول لك يا محمد مدوخنا يا محمد مدوخك لا انا اعرف مدوخنا يا محمد لا ده بص مش عايز اقول لك سيد ده منجز بس هو حبيب كابتن ياسر لا حبيبنا كابتن علاء سيد منجز يا سيد يا استاذ محمد معاك يا استاذ محمد فاروق مغلبك كابتن ياسر ولا كابتن علاء ميوب بص الاول اول حاجه تحياتي ليك يا استاذ محمد حبيبي سيد انت شخصيه محترمه والاستاذ اسلام صادق طبعا وتحياتي للبرنامج العظيم والكابتن محمد فاروق والكابتن ياسر رضوان والكابتن علاء ميهوب الجهاز المحترم اللي انا شغال معاه نسيت ويا ليه نسيت احمد فكري يا رب بالتوفيق ان شاء الله كابتن احمد فكري مش هدخلك اسماعيليه وانت من اسماعيليه اصلا لا انا قلبت بيت بورسعيد يا استاذ محمد انا بورسعيد ماشي خلاص بعتهم في ثانيه بقيت قلبت بورسعيد وخلاص يا استاذ محمد عايز اقول اولا تحياتي لازم معلش يا استاذ محمد انا اسف اولا سيد الحمد لله خلصنا هو حظه بقى كده خلاص كفايه عليك خلاص هو كفايه عليك كده سيدي نام بقى لان خلاص انا قربنا كابتن يعني في الاخر كل واحد دقيقه ونص مستوى الاهلي والزمالك والدوري شايف افرازاته كويسه ولا لما تشوف ولد صغير مثلا زي الولاد اللي تاك بتاع المصري والاسماعيلي وفي الانديه دي لما بيلعبوا درجه اولى انت تحط عينيك على اللعيبه بتاع درجه اولى تحديدا اكيد طبعا في الاولويات الاولى هي طبعا اللعيب اللي بيلعب درجه اولى سواء دوري ممتاز او اولى به مهم جدا لان الاحتكاك بيختلف لان طبعا انت عارف ان ما كانش عندنا بس في نقط صغيره ممكن ما كنتش لسه واصل الدرجه لكن دي. الدوريات اللي موجوده حاليا للناشئين ما تفرزش لعيبه طيب احنا كده نقفل صفحه منتخبكم وان شاء الله هنبقى معاكم ونساندكم ونتواصل معاكم يعني ان شاء الله اسلام يبعت لكم الكاميرا بعد كده برضو نعرف الناس في تمرين دي حاجه كويسه طبعا حاجه كويسه جدا الاهلي انتوا اتنين من الاهلي شايف الاهلي والزمالك ومستواهم بعد خروج الاهلي من البطوله الافريقيه وانه يلعب في الكونفدراليه بعد كده مشكله الاهلي من وجهه نظرك كابتن ياسر اتفضل وكابتن فاروق بعد كده طبعا الاهلي بيمر بمراحل عصيبه جدا فريق الكوره خاصه يعني بالظبط ده نتيجه ان هو مهتمش بالناشئين او الاهتمام بس ان هو مجرد ان انا عندي ناشئين لكن ما بيكملوش مع الدرجه الاولى لو جيت بصيت السنه دي هتلاقي فيه اكتر من لعيب من النادي الاهلي ناشئين النادي الاهلي موجودين بيلعبوا دوري ممتاز سواء في الجونه او في الانتاج الحربي او في اماكن كتير جدا ومع ذلك انت بتروح تشتري لعيبه جاهزه ومع ذلك اللعيبه بتاعتك هي اللي بتكسبك وبترجع تشتريها وحصل الموقف ده اكثر مع لعيب اكثر من مرتين ان هو يمشي ويرجع النادي يشتريه ويمشي ويرجع النادي يشتريه فانا ليه بصرف انا كده بصرف على اللعيبه وعندي احسن لعيبه موجوده في جمهوريه مصر العربيه في النادي الاهلي او في نادي الزمالك لازم اديله فرصه ولازم اخليه يبقى عنده ثقه ان هو يلعب النادي الاهلي هو متربى على المكسب ومتربى على الفوز قبل ما اروح لسؤال في حتته انت شايف النادي الاهلي ممكن يبقى في المربع الذهبي والزمالك والانديه تلعب لصالحه تخسر يعني سموحه بعد اداء مميز قدام الجونه هزيمه ثقيله ممكن بتروجيت يتعثر ممكن يعني شايف ان ممكن الانديه دي تلعب لصالح الاهلي والاسماعيلي والاهلي والزمالك ويبقوا في المربع الذهبي والله يعني انا اعتقد ان هم متواجدين في المربع الذهبي بس مش مهم مين يبقى موجود المهم ان في البطوله شغاله السنه دي ودي كانت حاجه مهمه جدا ويمكن استاذ سيف زاهر اثر ودي كانت مهمه وانا طلعت معاه في حلقه قلت له اهم حاجه يبقى في دوري
مين يكسب مين يخسر مش مشكله، في جمهور من غير جمهور دي برده مش مشكله. والله انا بصراحه المستوى الشخصي دوري المجموعتين قريب قوي، الفوارق قريبه قوي، ماتش فوق جدا ماتش تحت، ودي من الحاجات الافرازات للمنتخب السنه دي للدوري، ان زي ما قلت لحضرتك ان في لعيبه صغيره ظهرت في انديتها والمستويات كلها متقاربه. طيب كابتن فاروق، النادي الاهلي بيعاني زي ما قال كابتن ياسر من راس الحربه، انت كنت راس حربه من راس فريد، هداف هيدرز وهداف بالرجل وعامل شغل كويس جدا. النادي الاهلي بيعاني في اعاره احمد عبد الظاهر بعد موضوعه اصابه عماد متعب، مفيش العمر جمال هو واخد منك على فكره، عمرو الهيدرز والحاجات دي واخد منك كتير. يعني خليني برضه انا اكمل على اللي قاله ياسر، من خلال خبرتي ووجودي من ابناء النادي الاهلي وانا سن صغير النادي الاهلي، وهو برضه عمرو برضه يعني اعتبره هو بيمر بمرحله طبيعيه باي فريق في العالم بيمر بيها في توقيتات معينه، خصوصا ان النادي الاهلي طبعا فقد ناس كتير منهم ابو تريكه نجم كبير، اصابات كتيره، كبر سن بعض اللاعبين، ده اثر على الاداء، لكن في بركات واصابه وليد سليمان وكان احمد فتحي كل ده بيأثر. لكن عايز اقول لك النادي الاهلي مهما وصل لمرحله ان هو في مستوى مش جيد، لكن في مكانك انت، في مكانك، في مكاني انا انت طبعا عندك قصور مش في مكانك. محمد جلال عمل بص محمد جلال ماتش الشرقيه ده، الشرقيه 99 2000 الله، يعني انت تتكلم كنت رغم انك بس كنت هيدرز كويس. انا في موسم الموسم ده انا جبت 21 جول مع النادي الاهلي، كان 18 منهم بالهيدرز. يعني انا بتكلم ان انت عندك بعض اللاعبين موجودين يقدروا يسدوا، لكن محتاج الناشئين دول ياخدوا واحده واحده، عمرك ما هتسلم. خلي بالك الباك هو اللي رفع لك الاوفر. اه ده اشكره، قالش حلو قالش كارت ولا لا، انا بعدها قعدت افكر ازاي اعملها. لا ده غريبه، حتى في انت جلال والنبي لا يعني غريبه فاهم يعني. لا هو قالش غريبه، قالش ايه ده يعني مش لا ده لا هو المفروض الناس بتفتكر. لا مش دي اللي بعدها، قول اللي بعديه. فانت يعني بتتكلم في يعني انت عندك مجموعه من الناشئين زي ما كابتن ياسر. بص ايه ده، انت كنت نديت له انا إيه؟ انا ماشي عادي خلاص طالع على نص الفريق 91 اللي موجوده اللي منها عمرو جمال. يعني كانت فرقتي، فرقتك انا اللي شارع عمرو جمال الاهلي. انا اللي جايب عمرو جمال من الالمونيوم. انت جايب من الالمونيوم، جايبه ب 350 الف جنيه. بصراحه انا شايف ان ده امل مصر والنادي الاهلي. مش هو بس، خلي بالك في رمضان صبحي عندنا، رمضان محمد هاني، عندك اسلام محارب في الجون، اسلام محارب في الجون، واسلام محارب كنت انا اللي شاريه برضه. ما انت ما تقدرش يا محمد تدي مره واحده للعيبه دي، لازم ياخدوا واحده واحده، لكن امتى التوقيت؟ اعتقد دي بتبقى حته الجهاز الفني هو اللي بيختارها. طيب ان يطلع يدخل الناشئين بشكل معين يعني. طيب سؤال اخير من اسلام صادق، اسلام صادق الزملكاوي، تجربه ميدو مع نادي الزمالك شايفها ازاي بامانه؟ والله يعني هي عايزه صبر، لكن هي انا يعني في وجهه نظري ان هي تجربه ناجحه يعني. لازم تدي فرصه للناس، لازم تدي فرصه للناس تشتغل يعني. هو ميدو لازم يبقى 50 سنه عشان يشتغل في الكوره؟ بالعكس، ممكن يبقى عنده فكر جديد ولازم نشوفه ولازم ندي له الفرصه. ما احنا كده كده يعني كل الناس بتاخد فرصه، ليه الجيل الصغير ما ياخدش الفرصه بتاعته؟ انا شايف يا كابتن ياسر ان هو بيحاول يطبق حاجه هو شافها بره، لغايه دلوقتي هو بيحاول يطبق حتى شكل الفريق. لو انت حتى محمد عنده الوفره العدديه اكتر من الاهلي. بالظبط، عنده مجموعه من اللعيبه فعلا على مستوى عالي، واكتر من زي ما انت بتقول من الاهلي في حجم اللاعبين السلام واللي بيقدروا يلعبوا ويقدروا يادوا بشكل خططي عالي. اعتقد ان ميدو بيحاول يطبق حاجه هو شافها بره وشافها في اداريا حتى يعني. بشوف اللقطه دي ايه رايك فيها محمد صلاح؟ ما شاء الله ليه، ربنا يكرمه يعني، احنا كلنا مبسوطين طبعا. فهو طبعا يعني كويسه جدا، دي سجده طبعا. انا عارف محمد جلال راجل جميل، يعني نقول حسن الختام في حلقه اليوم من حصاد النهار. في الختام طبعا بشكر كابتن ياسر رضوان، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن محمد، ربنا رؤى صديق العزيز. شكرا محمد، نصلي الجمعه ان شاء الله مع بعض يوم بعض يوم 14 بالظبط. ايوه 14 15، ها هاجي لك في الشله، ها تكون في الجونه بقى شكلي كده. شكلي طبعا. في الختام طبعا بشكر الاستاذ اسلام صادق رئيس التحرير، ياسر صادق ومصطفى نوير ومحمد حسني المونتير ومخرجنا المتميز محمد جلال. في الختام نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه القادمه على الف خير.